بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء هنشرح الجزء الثالث من قائمة Adjustment. أول قائمة خاصة بالإضاءة، القائمة الثانية خاصة بالتعديل على الألوان والتحكم بها، والقائمة الثالثة بتاعت هذا اللقاء هي خاصة بالإفكس والتأثيرات المباشرة على الصورة. خلينا نروح على Adjustment. أنا عندي هنا في صورة، أول شيء قبل ما أروح على الانفيرت بدي أعمل دوبليكيت لللاير، كليك يمين أحكي له دوبليكيت لللاير، نحكي له أوكي أو كنترول جي، وأروح أحكي له انفرت، نضغط على انفرت بضغطة بزر الفأرة الأيسر، بنلاحظ إنه الانفرت هنا ما إلها أي إعدادات، يعني ما فيش إلها أي خصائص. وبمجرد انه انا ضغطت على انفرت بنلاحظ انه الصوره الوانها انعكست. طيب عارف هذا يعني كيف؟ لما انت تيجي تفتح الكاميرا بتاعتك وتجيب التاثيرات الموجوده في الكاميرا، التاثيرات الاساسيه الموجوده في الكاميرا، وبتلاقي حاجه اسمها نيجاتيف، الالوان اللي هي نيجاتيف هي هذه بالضبط، بيعكس لي الالوان هاي برضو بالضبط نفس التأثير الموجود في الكيرفس. علشان نفهم نروح نختار كيرفس، خليني أخفي التأثير هذا. لقيت أنا عندي في الكيرفس في عندي خط مستقيم، الآن أنا عايز الجزء الفاتح في المنطقة هاي، في المنطقة هاي الفاتح إنه أخليه غامق، والجزء الغامق في المنطقة هاي انه اخليه فاتح. بنلاحظ انه هذا نفس التاثير اللي عمله الانفرت. ممكن اجي اتحكم في الاوبسيتي في الصوره، لاحظ معي كيف، وممكن اغير في المود اي نوع من المودز، اروح اشوف الايفكت الثاني اللي هو بوسترايز، اضغط عليه، ومجرد انه انا ضغطت عليه هلاقي انه الصورة الوانها قلت واصبحت كأنها بتأثير كرتوني الى حد ما، وعندي الليفلز 4 بقدر اتحكم فيه من القائمة هاي تحت الليفلز. اقل قيمة للليفلز هي 2، حتى لو اخترت واحد انا انتر هيحطيني رسالة خطأ ويقول لي انه الليفلز ما بين الاثنين وميتين وخمسة وخمسين، نحكي له اوكي وابدأ انه ازود في الليفلز شوي شوية، هلاقي انه الالوان بتزيد لحد ما لما اصل لقيمة معينة هلاقي انها بنفس الوان الصورة، يعني ما فيش فيها اختلاف خالص. يعني لو اجيت عملت هايد لللاير هلاحظ انه ما فيش اي اختلاف. علشان هيك لما اجي اعمل بوسترايز اخلي قيمة الليفلز قليلة، مثلا نخليها 4. الان خلينا نشوف التأثير اللي بعده، نروح على الادجستمنت ونشوف الخيار اللي بعده واللي هو الثريشولد. بمجرد انه اضغط على الثريشولد بزر الفأرة الايسر هلاقي انه حول الصورة بلونين، بس اللون الابيض والاسود مفيش بدرجات ما بينهم، وبقدر اتحكم في الافكتس من خلال السهم الموجود في الميد تونز. لو انا اجيت وديته لجهة اليمين، كل ما اوديه لجهة اليمين اكثر بلاقي انه الصورة بتغمق معايا وبيظهر عندي تحت الثريشولد ليفل، ولو اجيت قللت هلاقي انه الصورة تفتح معايا للآخر، نفس تأثير الليفلز اللي احنا كنا بنعمله، لكن هنا بيحول الصورة للونين فقط الأبيض والأسود. أروح الآن على رابع تأثير معنا اللي هو Selective Color، موجود في المنطقة هاي. Selective Color بشكل عام بيعتمد إنه أنتقي لون معين من الصورة وأبدأ أعدل عليه. وعلشان أفهم الموضوع هذا نضغط ضغطة بزر الفأرة
على أمر Selective Color. بيظهر عندي مجموعة من الخصائص. هلقيت أنا بدي أتأكد في عندي خاصيتين. أول شيء بدي أتأكد إنه أنا واقف على Relative وفي Absolute. كمان شوية نحكي الفرق ما بينهم. أنا هلقيت خليني أتأكد إنه أنا واقف على Relative. الآن أختار لون من ألوان الصورة. على سبيل المثال بدي أختار اللون الأزرق. أروح على Colors ونختار لون البلوز. بعد هيك أنا بالنسبة للون الأزرق بدي أحاول أغير بألوان السي أم واي كي. بإمكاني ممكن أغير السيان بالدرجة هاي أزودها، ممكن إنه أو أجي أقللها. لاحظت الفرق اللي صار. برضو لو أجيت أنا غيرت لون الماجنتا، لاحظت التغير للصورة، ممكن أزودها هيك. ولون اليلو ممكن أقلله بالسالب أو ممكن إنه أزوده بالصورة هاي. وفي عندي البلاك آخر لون، ممكن أقلله هيك بالماينس أو ممكن أزيد درجة البلاك للصورة. خلينا نشوف التأثير، الفرق بين الصورة وبعد إجراء التأثير على لون البلوز. نلاحظ إنه في عندي فرق. وبضل معنا هلقيت آخر اثنين أوبشن في السيلكتيف كولر اللي هو ريلاتيف أو أبسوليوت. الريلاتيف بغير قيم الألوان بناء على لما كانت عليه الصورة قبل هيك، يعني بغيرها بنسب مختلفة عن النسب اللي كانت قبل. أما الأبسوليوت بيعمل إجنور، تجاهل للقيم اللي كانت موجودة قبل هيك ويبدأ يغيرها. على سبيل المثال أنا في عندي في المنطقة هذه بيضة، خليني أختار لون الوايتس وبدي أبدأ أغير في درجات السي أم واي كي بالشكل هذا مثلا. أنا قاعد بزود، بقيت أنا ضاغط على مين؟ على الأبسوليوت. بلاحظ إنه اتجاهل اللون الأبيض اللي موجود في المنطقة هاي. أما لو أجيت أنا عملت ريلاتيف، بنلاحظ إنه حافظ على اللون الأبيض الموجود عندها. آخر إفكت معانا اللي هو جريديانت ماب. وعند الضغط على الجريديانت ماب هنجد إنه الصورة بدأت تتغير على حسب الجريديانت أو التدرج اللوني الموجود معانا. وظهر عندي اللاير. ممكن أضغط على التدرج اللوني الموجود معنا للسهم الصغير، وممكن أختار من البريسيتس الموجودة. فأنا لو وقفت على بلاك أند وايت هتتحول الصورة إلى أبيض وأسود. تأثير الجريديانت بيعتمد على تغير الألوان بتدرج لوني على حسب مناطق الإضاءة. بنلاحظ هنا في عندي منطقة الهايلايت، منطقة الميدتونز، منطقة الشادوز، وممكن أتحكم فيها. خلينا نختار مثلا تأثير هذا. ممكن أقلل منطقة الشادوز، ممكن أغير منطقة الميدتونز، وممكن أغير منطقة الهايلايت، وممكن أغير الألوان هاي بضغط دبل كليك على المربع الصغير وبختار اللون اللي أنا عايزه. ممكن أختار في المنطقة هاي لون أبيض مثلا، ونيجي مثلا في المنطقة هاي لو ضغطنا دبل كليك نختار مثلا اللون الأصفر، وممكن في المنطقة هاي دبل كليك واختار اللون الأحمر مثلا. يبقى شوفنا أنا كيف ممكن أغير تدرج الألوان. وفي عندي في المنطقة هاي الجريديانت تايب، نوع الجريديانت يا سوليد يا نويز، شايفين الفرق ما بينهم. نرجع للسوليد. وفي عندي أنا سموثنس اللي هي إلى علاقة بنعومة الشكل، نحكي له كانسل. في المنطقة هاي في عندي أنا ريفيرس، لو ضغطت عليها بيعكس لي الألوان. يعطيكم العافية وبتمنى تكونوا استفدتم من هذا اللقاء.